سلام، شلونكم؟ وصلنا صقلية. صقلية شنو؟ صقلية. حاليا موجود بالمطار، اول مرة اخذ معي سماعات كبيرة هذه، ان شاء الله يكونون عجيبين. طلب المعتاد من ستاربكس طبعا، هذا عجيب. ساندويتش بالمطار، بس لذيذة بالمطار. اليوم حاجز طيران اسمه ويز اير، توه فاتح عندنا بالكويت شهر 6 اتوقع اول طيارة. الطيران رخيص جدا، هذا الشيء العجيب فيه. فبنجرب رحلة الى روما، اول مرة راح اطير على هذا الطيران. سويت بحث كامل عنه، سمعت ردة فعل الناس عليه جدا ممتازة صراحة، فأحس انه راح يكون شيء زين. ليش؟ لانه اول مرة يصير عندنا low budget airline يسمونه، اللي هو الطيران اقتصادي، هذا بزيادة جدا. يعني تخيلوا نقدر نروح روما من الكويت الى روما رايح راد 19 دينار بس. نعم، طيارة توديك الى روما 19 دينار وتردك بعد، تخيلوا بس 19 دينار، هذا شيء جدا قوي. فاللي بجرب هذه الرحلة انه هل الطيران يسوى او 19 دينار هذه، لانه راح يتعبنا ولا لا. فخلنا نجرب الطيران واعطيكم رايي بكل صراحة. خذيت تذكرة، كل شيء كان سهل وسريع مثل ما قاعد تشوفون. اللاين جدا قصير لأن جيت مبكر. الحين الفترة الأخيرة قاعد أحاول أجي المطار 3 ساعات قبل الطيارة، لأن الحين كل شيء صار زحمة، يعني الناس كلهم قاعد يسافرون، فيفضل تجون قبلها 3 ساعات أنتم بالمطار وكل شيء راح يصير سهل. الحين عندي ساعتين أو أكثر بعد داخل المطار. تأخرنا ساعة للحين. كشخة، تخيلوا هذا السكن مالنا. Thank you.
البيت شكله خيال، كله خضار كذي وحمام سباحة. Beautiful bathroom. This one, oh, Holly. It's been something. رايكم بالشعر والظل؟ طلبت أشياء فيجيتيريان على قولتهم، إنها تكون فقط خضرة، لأن هني كل شيء عندهم خنزير. This is so good. حلو اللي ده. هذا خلينا نسوي لكم اياهم. توني استوعب انه بالغرفه طلع عندنا شاور خارجي. واو. هو قاعده خارجيه وبنفس الوقت شوفوا واو روف توب.